معا في ملعب اللقاء في إطار تصفيات أمم إفريقيا الكاميرون إن شاء الله في 2019، معا في ملعب اللقاء مجموعة العاشرة وضمن مباريات الجولة الرابعة لتصفيات أمم إفريقيا إسواتيني، هذه المملكة الموجودة في طبعا بجوار جنوب أفريقيا ومزامية المباراة في مباراة اليوم، التعديل الآخر اللي تم من جانب المنتخب بدخول أيضا اللي قرر يغير الاسم إلى إسواتيني في 19 إبريل. خطيرة، خطرة جدا، ودي اللمسة على طول أيمن أشرف، لسه كرة خطيرة، ودي فرصة ويشيل محمد الشناوي، أول فرصة وأول كرة في اللقطة الماضية، يخطئ في التغطية أيمن عبليندو رقم 19، كرة أمامية على طول أحمد حجازي ويطلع المرة، واللاعب وان داي الخطيرة كرة لكن على طول صمام الأمان يشيل أحمد حجازي، وكرة خطيرة المرة دي من توني، كرة خطيرة من توني، البداية المصرية للتسجيل في محاولة من تريزيجيه وانطلاقة لقاءات المنتخب المصري الأخيرة، أدي حسين الشحات المرور، وأدي التدخل المرة دي على طول هنا وانطلاقة تريزيجيه، فرصة مصرية، كرة العرضية، الشحات جول، الشحات جول، لكن يضيع حسين الشحات أمامنا هنا في هذه اللقطة، يبحث عن أول أهدافه الدولية في ثالث لقاء، فرصة لكن كرة رأسية خطيرة، كان مكمل باهر مرة ثانية تريزيجيه، المنتخب الواحد لصالح نادي الزمالك، كرة العالية أمامنا هنا، أدي فرصة حجازي، الهدف الاول يضيع من احمد حجازي يلعب لقاء الدولي رقم 50 وسجل في مرمى المنتخب البوتسواني امامنا هنا في واتني في مباراه الذهاب اللي كانت في جوله 6. مروان محسن، يا مروان اللي بيقدم اداء مميز جدا، محمد عبد الشافي، ويعني طبعا سعد سمير، اسماء كثيره، رمضان صبحي، عبد الكات من توني، والمنتخب المصري في طريقه الى الهدف الاول، لكن كره مروان الاولى لما سجل عمرو ورده في اللقاء الاول، كره عاليه راسيه، الهدف الاول احمد حجازي امامنا هنا في هذه اللقطه، ادي امامنا هو 194 سنتي احمد حجازي، كابتن مجدي عبد الغني رئيس البعثه في اللقطه الماضيه كان موجود المهندس عمرو الشيمي وايضا القنصل المصري، لكن من يخطف اللقطه في هذه اللحظات احمد حجازي يسجل للمنتخب المصري من الركله الركنيه، اتلعبت حلو قوي، احمد حجازي يسجل هدفه الدولي الثاني مع منتخب السعودي، سلام الحسين الشحات المحمدي قائد المنتخب، وكره مكرره المره ان شاء الله في شهر يونيو 2019، كره ملعوبه حلوه قوي، ادي كره عمرو ورده، كل الكرات الثابته لكن يضيع المره دي ماهر المحمدي، ثالث لقاء دولي لماهر المحمدي لاعب النادي الاسماعيلي، وادي امامنا هنا بقى الحارس المرمى عمرو ورده حلوه قوي للنني، وحسين الشحات يلعبها جميله لكن يضيع مروان مليوننا، عمرو ورده يسيبها المره دي ايمن اشرف يلعبها عاليه 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 الكوره لكن الى خارج الملعب، ايمن اشرف رسن الاداء للثلث الهجومي اتحسن، وادي تريزيجيه يطمع وممكن يطمع لان امامنا هنا كان ممكن يلعبها بعرض الملعب لكن طمع فيها محمود حسن تريزيجيه، والكره على طول يرجع في وسط الملعب، ادي امامنا الكره مكان فوق يطلع على طول محمد الشناوي بالجعه، وخلصنا الماتش في اول نصف ساعه يعني الاهداف الثلاثه بمهارته بامكانياته بقدراته، يلعبها المره دي راسيه مروان ماتشوه، كرة أمامية سريعة، خروج من وادي انطلاقة هنا مكان فوق خطيرة، أزمة اتعملت من باهر، وفرصة تسديدة خطرة جدا، قلة الخبرة الدولية عند باهر المميز جدا في اللقاءات الثلاثة بلقاء اليوم اللي شارك فيها، كرة عالية هنا ولكن المرة دي الممتع الرائع اللي تساوى مع أبو تريكة كثالث هداف الكرة المصرية اليوم، أدي أمامنا عمرو وردة يلعب كرة حلوة قوي، عمرو وردة بشكل رائع كرة على طول ملعوبة في اتجاه تريزيجيه، اتحرك حلو قوي تريزيجيه، ياخد ركلة عمرو وردة كالمعتاد، لعب كل الكرات الثابتة رأسية المرة دي أحمد حجازي، لكن أحمد حجازي النهاردة في لقاء اليوم مسجل هدف لكن مضيع هدفين، هدف في الدقيقة 11 أضاع المنتخب إسواتيني، ثلاث كرات خطيرة جدا، كرة عمرو وردة في الجنب اليمين، وهيلعب مروان مع اللاعب اللي أمامنا هنا، مروان في اللقطة الماضية لسه الهجمة، دوري الإنجليزي الممتاز، أدي أمامنا انطلاقة أحمد حسن كوكا يبحث عن الهدف، وكرة قوية 12 انطلاقة من جاميتزي، عدى جاميتزي خطير جاميتزي، سجل من أحمد حجازي طبعا لأن عنده آدم، وأدي كرة خطيرة أحمد حجازي لسه
احمد المحمدي من جنب اليمين، الكره العرضيه الخطيره قال يستغل، عدى تريزيجيه، احمد حسن، كوكا، مروان، هي يا راجل بشمالك جول، هي بشمالك جول. الهدف الثاني، اجيري عنده حق، دفع باحمد حسن كوكا مع اللاعب مروان محسن. ادي امامنا البلدوزر كابتن مجدي عبد الغني رئيس البعثه، والموجود ايضا مع البعثه مهندس هادي ابو وليد رئيس الاتحاد المصري، وكذلك ايضا دكتور كرم كردي. وامامنا هنا هدف لمروان. مرة تانية عمرو وردة وتريزيجيه يا ولد على التمريرة، لكن طويلة شوية على الصعبة. ادي امامنا استلام على طول من جانب اللاعب اللي سدد، جاميتزي، الراجل عارف الطريق، جاميتزي اللي تجرأ وسجل في مرمى الشناوي من بعد خرجيري. واضحة وجود هاني رمزي معاه طبعا بالخبرات الكبيرة، كابتن هاني رمزي خبرات الكبيرة، 10 أهداف رقم ده، سجلنا 10 أهداف مع كوبر في 14 مباراة مع اللاعب اللي أمامنا البديل باري إلى جاستس وإسواتني المتواضع، لاعب البديل اللي دخل لاعب مكانت فوق رقم 9 هو تميزين، سجل هدف في مرمى فريق منتخب اسواتيني لكن دون جدوى امام يقظه الدفاع المصري. شيء لمنتخبنا، الكرات العاليه، استلام على طول من حارس المرمى الشناوي، امسونزي رقم 9، هجمه خطيره منتخب اسواتيني، ولكن طبعا بعد انتقاله ليفربول للعلاج، وادي راسيه الخطيره بتعدي الكوره بتعدي حتى الان في هذه المباراه لصالح المنتخب المصري ومتقدم مع فريق نادي وادي دجلة. ادي محمد محمود لاعب عنده شخصية، عنده الشخصية وعنده الجرأة، وتنزلاقة من كوكا. كوكا امامنا هنا في محاولة الهروب مرة تانية، اجيري بيحاول من خلال 73 لاعب في التصفيات هم اللي سجلوا النهاردة. احمد علي ان شاء الله يعني بعد ما خد الفرصة واصيب، وادي رأسية، لكن فين يا تريزيجيه، رأسية كرة حلوة قوي من المحفعلندو. ادي امامنا تريزيجيه عدى فرصة تسديد، يا ولد عاملها حلوة من تريزيجيه، امامنا المتألق محمود حسن، تريزيجيه المتألق، لكن المرة دي متى بيل على طول. احمد حسن كوكا يبدو مصاب، احمد حسن كوكا مصاب. الأولى لما سجل عمرو وردة في اللقاء الأول، كرة عالية رأسية، الهدف الأول، أحمد حجازي أمامنا هنا في هذه اللقطة، أدي أمامنا هو 194 سنتي أحمد حجازي. كابتن مجدي عبد الغني رئيس البعثة في اللقطة الماضية كان موجود المهندس عمرو الشيمي وأيضا القنصل المصري، لكن من يخطف اللقطة في هذه اللحظات أحمد حجازي، يسجل للمنتخب المصري من الركلة الركنية، اتلعبت حلو قوي. أحمد حجازي يسجل هدفه الدولي الثاني مع منتخب، عدى تريزيجيه، أحمد حسن، كوكا، مروان، هي يا راجل بشمالك جول، هي بشمالك جول. الهدف الثاني، أجيري عنده حق، دفع بأحمد حسن كوكا مع اللاعب مروان محسن. ادي امامنا البلدوزر كابتن مجدي عبد الغني رئيس البعثه، والموجود ايضا مع البعثه مهندس هادي ابو وليد رئيس الاتحاد المصري، وكذلك ايضا دكتور كرم كردي. وامامنا هنا هدف لمروان.